قام متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مواد غذائية على قرى بمحافظة البحيرة، ويتم توزيع المواد الغذائية بعد فحص احتياجات الأسر الأولى بالرعاية تحقيقا لمبادئ العدالة والشفافية. ويستهدف التحالف مساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم. احنا 8 فروع، كل فروع القاهرة والجيزة واسكندرية، نازلين النهاردة تبع جمعية رسالة تابعة للتحالف الوطني. قافلة بتتعمل الحمد لله شهرية، بننزل فيها في كل قرى مصر، مغطين مصر كلها، اليوبية، بحيرة. احنا هنا النهاردة في البحيرة بس، يمكن برضو مغطين الاليوبية والاسكندرية والجيزة، وفي مننا كمان في العياط، في كذا منطقة. عندنا النهاردة تعبئة 200 شنطة، تعبئة وتوزيع ان شاء الله. الشنطة بيبقى مكوناتها رز ومكرونة، عندنا عدس، لوبيا، سكر وملح، كل ده بيبقى في الشنطة، بتوزع على الأسر، بنروح لأسرة أسرة نديها لها لغاية البيت. طبعا الكلام ده كله مشاركة المتطوعين، يعني الحمد لله. النهاردة احنا جايين نعمل، يعني جايين من اكتوبر لغاية هنا في وادي نطرون علشان نعبي، نعمل يعني تعبئة للمكونات الغذائية. عندنا رز ومكرونة وعدس وشعرية وحاجات كتير كده، يعني جايين بس نعملها ونقدمها كده للمساعدة على قد ما نقدر، يعني لأهالينا هنا في وادي النطرون. كل أسرة محتاجة ان هي تجيب كيس مكرونة او كيس رز، فإحساس ان انت بتساعد بحاجة بسيطة تعملها النهاردة كده عشان تقدمها للأسر دي، طبعا إحساس ما يتوصفش، وتبقى مبسوط جدا النهاردة. الحمد لله، يعني بقالنا فترة كبيرة بننزل نعمل الكلام دوت، والنهاردة ما شاء الله معنا 200 شنطة ان شاء الله نوزعهم. الناس ما شاء الله كتير النهاردة، واتمنى كل الشباب ان هم ييجوا يدعموا رسالة بجد. كلنا كل ما بنكتر بجد الموضوع هيسهل علينا ازاي نوصل للناس المحتاجين اللي احنا نساعدهم. بنعبي رز ومعكرونة، وبنعبي سلة غذائية عشان نوزعها على الناس في وادي النطرون في البحيرة. ان شاء الله الاهالي تتبسط، وجايين نساعدهم ان شاء الله عشان احنا داخلين على رمضان، واكيد هم هيكونوا في احتياج للحاجة دي.